بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الوزير على هذا الجواب، واللي تنعتبروا بان اليوم التسنه القانونيه فيما يتعلق بحمايه المستهلك اليوم زاخره مجموعه من القوانين، ولعلها لعل اخرها قانون 31/08 المتعلق بتحديد تدابير حمايه المستهلك. اليوم هذا القانون جاء في اطار توطين العلاقه بين المستهلك والمورد، سواء على مستوى مجموعه من الممارسات التي او المعاملات التي لها طبيعه انتاجيه او خدماتيه او سلع استهلاكيه وشروط تعويض عن الضرر. طرحنا هذا السؤال نظرا لطبيعه العلاقه التي تربط بين المستهلك والمورد، والتي تحكمها القاعده القانونيه المتعلقه بالعقد شريعه المتعاقدين. لكن السيد الوزير، العديد من المواطنين والمواطنات في الممارسه اليوميه يتعرضون الى مجموعه من العقود الاذعانيه والتعسفيه، لعل ابرزها هو ما نلاحظه سواء على مستوى الاعلام العمومي او المحاكم. هناك اجحاف في حق المواطن في هذه الشروط الاذعانيه، سواء كانت طبيعه استهلاكيه او خدماتيه. اليوم بغينا نساهموا في اطار تجويد المقترحات المتعلقه بتفعيل هذه المضامين ديال القوانين من سبيل اليوم. نحن كنطلبكم السيد الوزير بالاسراع بالحزم في موضوع الاشهارات الكاذبه.